ربك إني وإليك أنا ابن وإليك المصير، صدق الله العظيم. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاد الله عليكم بكل خير إن شاء الله. ونخبة المحامين اليوم تحتفل بكم في حلف اليمين القانونية، ونحن نرحب بكم كثيرا في هذا اليوم الذي أعتبره من أروع الأيام سموا وإخلاصا، أن نلتقي بأبنائنا الشباب المحترم والمحاميات المحترمات الذين سوف يؤدون اليمين القانونية بعد وصول معالي النقيب سامع عاشور، وهو في الطريق إليكم الآن. أما أنتم فالشباب الواعد الذي تنتظره نقابة المحامين بعد أن نقت جداولها من كل دخيل على النقابة العامة، وأصبح عدد المحامين المخيدين الآن في جداولها 180 ألف محامي، وقد كانوا حتى عام 2016 650 ألف محامي. كل محامي لا يحمل ملفاً، لا يعمل بالمحاماة، لا يمتهن المهنة، أصبح خارج نقابة المحامين حتى تعود نقابة المحامين إلى ماضيها أيام سعد زغلول ومصطفى كامل وأحمد عرابي. فأنتم القادة وأنتم السادة وأنتم المحامون الذين نفتخر بهم، فأهلاً ومرحباً بكم في هذا اليوم العظيم. أخوتي الأعزاء، إنكم حقيقة تنيرون العقول والقلوب، وبكم سوف تعلو نقابة المحامين وترتفع، وبكم أيضا سنقول للعالم كله أن محامين مصر أصبحوا قامات وهامات يعتد بها ويفتخر بها، وسوف نباهي بكم كل الدول العربية. عدد المحامين في مصر أكبر من عدد المحامين في كافة الدول العربية، وبالتالي نحن نباهي بكم بين العرب. حقيقة إنني مهما تحدثت أمامكم ومهما قلت فيكم من أشعار لا أوفيكم حقوقكم، لأن شباب المحامين الآن أصبح هو الشباب الواعد الذي يحمي هذا الوطن ويقف على بواباته على حدوده. عشتم للمحاماة وعشتم للوطن. أخوتي الأعزاء، إن نقابة المحامين الآن أصبحت بها خدمات كثيرة ولجان كثيرة، وأصبح العلاج للمحامي 30,000 جنيه في العام و50,000 جنيه في الحالات المزمنة. نقابة المحامين سوف يكون معاشها بعد الجمعية العمومية التي ستنعقد في شهر 11 الحالي 3,000 جنيه للمحامي، بدلاً من أن كان 17 جنيهاً في العام. فلو ضربنا هذا المبلغ في مدة الاشتغال فلن يصبح إلا مبلغاً زهيداً. نقابة المحامين الآن تبني مبناها الجديد الكائن في شارع رمسيس، وفي خلال 6 شهور سوف يكون المبنى جاهزاً لاستقبالكم، لأننا موجودون في هذه القاعة استثنائياً. سوف تستقبلكم النقابة في مبناها الجديد. نقابة المحامين أنشأت نوادي في كل محافظات مصر ونقابات فرعية نفتخر بها جميعاً. نقابة المحامين عادت إلى العهود الماضية، واستطاع النقيب سامع عاشور أن يقود دفة الأمور والسفينة بحكمة واقتدار. باسمكم جميعاً نحيي هذا النقيب الذي استطاع أن يعبر بنا إلى بر الأمان. أخوتي الأعزاء، لن أطيل عليكم، وأود أن أتحدث إليكم كثيراً، ولكن نظراً لزملائي الذين لا أعلم من تحدث ومن لم يتحدث حتى أعطيهم وقتاً لهذا الحديث، فأنتم عماد هذا الوطن وأنتم الشباب الواعد
والمحاميات الواعدات، أنتم حقيقة نفتخر بكم في كل مكان، ونردد معا نقول لكم جميعا عودوا إلى نقابة المحامين، قلب الأمة يعرفكم. فكسرة الخبز بالإيمان تشبعنا، وقطرة الماء بالإيمان تروينا. عشتم للوطن وللمحاماة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.